وطبيعي يعني الـ الـ الجدير هو اللي بيكون لا موجود؟ وانت وانت قلت قلت نقطة مهمة في في انه بالفعل الاندية نفسها بتطبق هذا الشيء لو كان عندهم مباراة كاس ومباراة دوري مثلا دوري وفي مباراة نهائي كاس النادي نفسه بيطبق هذه السياسة بس ما بس بتسبب هبوط لدرجة اولى يعني <applause>